ما تشوف عندك مال يبقى قول يا ترى اللي ما عندوش مال ده الرزق بتاعه في ايه؟ ممكن تلاقي رزقه في عقله، رزقه في ادبه، رزقه في حلمه، رزقه في سمعته بين الناس، رزقه في عافيته، ماشي وبيشتغل وانت عمال تنهج وعايز مش عارف ادويه. والله يبقى اذا الرزق كله ايه؟ ولذلك ساعه ما تشوف واحد اقل منك في حاجه قول له يا ترى انت احسن مني في ايه؟